بالحبر الجديد مع صحف ومواقع عربية وعالمية في عناوين الميادين نت مع كل جديد. وفي الحدث هذا اليوم استمرار الخلاف على قانون الانتخاب في العراق، هل سيبقى الخلاف مضبوطاً تحت سقفه البرلماني؟ مع أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين أسامة السعيدي. بالحبر الجديد يومياً الساعة 11 قبل الظهر بتوقيت القدس الشريف.